نعم خضر، بداية الطائرات الحربية التركية منذ يومين بدأت تقصف في شمال محافظة دهوك، يعني قبل ظهر يوم الجمعة قصفت قمة جبل بيسمتي في سلسلة جبال كارا المطلة على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك. أيضا انفجارات قوية في محافظة دهوك شمال المحافظة، وأيضا في قضاء العمادية الذي دائما ما يستهدفه الطيران التركي بصواريخ الطائرات وأيضا صواريخ كاتيوشا، وانفجارات قوية تحيط بهذا القضاء. أيضا شمال أيضا في قضاء سنجار يواصل النظام التركي استهدافه لهذه الأقضية والنواحي شمالي العراق في إقليم كردستان، بالتالي فإن هناك ضحايا كثيرة على المستوى البشري والمادي وأيضا الاجتماعي. ما زال النظام التركي مستمر في قصفه لكافة مناطق إقليم كردستان لا يستثني أربيل وسليمانية وأيضا محافظة دهوك، بالتالي فإن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة في تلك المحافظات وأيضا النزوح بدأ يشكل السمة الأكبر في تلك المحافظات. نعم معتز، هل تملكون أي إحصائية لحجم الخسائر الذي يخلفها هذا العدوان التركي على إقليم كردستان، على مناطق متفرقة من إقليم كردستان؟ نعم، إذا ما أردنا الحديث عن الإحصائية الذي يخلفها حجم العدوان التركي، بالتالي نرى أن الإحصائية التي يخلفها حجم العدوان التركي، أولا الإحصائية الاقتصادية على اعتبار المورد البشري الأول لمحافظات إقليم كردستان هي الزراعة وأيضا السياحة، وتغيب هذه المفصلين منذ بدء العدوان وحتى هذه اللحظة. أيضا على المستوى المادي، بيوت المدنيين كلها أصبحت رمادا. أيضا على المستوى البشري هناك ضحايا كثيرين من يعني من المواطنين العزل، ما يقارب أكثر من 100 إلى 150 شخص استشهد على أثر تلك الانفجارات والضربات التركية. بالتالي فإن تركيا اليوم لا تفرق بين شخص وآخر، لا تفرق بين يزيدي وصابئي وكردي وما إلى ذلك بكل المسميات، بالتالي كلهم في هذا الخطر الذي تضعه تركيا على شمال العراق. أيضا موجات النزوح التي خلفتها هذه الضربات كثيرة، كثير من المواطنين تركوا مدنهم اليوم وبدأوا ينزحون إلى مناطق مؤمنة بعيدة عن القصف التركي، بالتالي فإن القصف التركي غيب الزراعة والسياحة والاقتصاد في تلك المحافظات وأيضا النزوح العالي وترك الأهالي إلى بيوتهم. طيب معتز، في بغداد هل يوجد أي تحركات جديدة للحكومة العراقية للحد من هذا العدوان؟ يعني في بغداد هنالك تحركات بسيطة جدا للحد من العدوان التركي، لكن التحرك الأكثر فعالية هو التحرك الاقتصادي على اعتبار تركيا المورد الرئيسي للمواد التجارية في بغداد. واليوم نرى هنالك تراجع واضح بسبب قطع الموارد الاقتصادية مع تركيا من قبل بغداد. أيضا التهديد دائما باللجوء إلى مجلس الأمن، لكن لحد هذه اللحظة لم نرى أي شيء فعلي من قبل مجلس الأمن الدولي وأيضا من قبل الحكومة الاتحادية في العراق وأيضا حكومة إقليم كردستان، بالتالي يحتاج إلى تكاتف وجهد مثابر للحد من الخروقات التركية على أراضي إقليم كردستان شمالي العراق. معتز أيوب مراسلنا من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.